السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين شاهدناوين نقاش ساخن في بلاطو بين مكشوف وبن شيخ، يعني وين خلطها اتحاد الجزائر العاصمة. ما يحقروش وما ينجموش وما يقدروش يحقروها. وشاهدنا تصريحات تاع بوحنيكه مقدمه، يعني تاع بوحنيكه بسبب تصريحات تاع امبرتينو. ماذا بكم تسمعوا معنا تشوفوا؟ اول امس او منذ ايام وصول انفانتينو الى الجار الى عند المغرب، لانه احنا المشكل احنا نهضروا عليه من الناحيه القانونيه. احنا ما راناش نتكلموا هنا من اجل اثاره الفتنه، بالعكس احنا ماذا بينا كل واحد ياخذ حقه ويتكلم بامور قانونيه. يعني هل يقبل مثلا الطرف المغربي اننا احنا نجوا للمغرب في لقاء مثلا اتحاد العاصمه ونديروا خريطه تاع الجزائر ونزيدوا لها شويه وجده ونزيدوا لها شويه بعض المناطق وندخلوا ونقول لهم هذه خريطه تاعنا احنا دي سيدينا خريطه هكذا؟ يعني ماشي. لما تسمع ما قاله انفانتينو عند حضوره الى المغرب تصاب بنوع من مش الاحباط، تصاب بنوع من ما لقيتش العباره، لكن انك تكره كره القدم. هذه ماهيش كره القدم لما تصبح الامور بمثل هذه الوقاحه ان صح التعبير. نستمع لما قاله انفانتينو عند حضوره منذ ايام الى المغرب. Je suis heureux d'être revenu ici chez moi. Dans le royaume, on se sent tout de suite à la maison, je me sens tout de suite chez moi. C'est le football qui domine, qui respire, qui vibre et qui vit dans ce pays. C'est ça que j'aime, donc je suis vraiment très heureux d'être là. Ben, le Maroc s'est établi comme un pays... un vrai pays de football, une puissance mondiale du football, pas seulement au niveau du terrain et des résultats sportifs, avec évidemment la qualification historique pour la demi-finale à la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi en tant que pays hôte de plusieurs grands événements. Aujourd'hui, je suis là aussi, il ne faut pas l'oublier, pour cette Coupe d'Afrique de futsal, une compétition qui va qualifier les meilleures équipes aussi pour la Coupe du Monde. De futsal, une compétition importante. Et là aussi, le Maroc joue un rôle important en tant que pays hôte dans une organisation qui est exceptionnelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, aussi avec 2030 en vue, évidemment, on sait ce que le Maroc sait faire, ce que le Maroc peut faire. On est fiers de pouvoir faire partie de cette grande équipe ici au Maroc pour participer à ces défis futurs qui vont changer vraiment l'image du football dans le monde grâce au Maroc. صراحة تصريحات يعني فوتونسال، يعني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يجي على جال فوتونسال، مع احترامنا لهذه الرياضة ولكن فوتونسال كون سامعين بها انتم فوتونسال، كل خطا يديروا كوب دافريك وخطا يديروا مباريات فوتونسال. يعني هذا المجيء تاعو جا باش يهضر صراحة، يتحدث على البرازيل كما خلالي بنش. شو سمحوا لي، هذا امبرتينو كي جا خصيصا على الكوب دافريك تاع 2025 وكوب دي موند تاع الانديه، جا باش يعطيهم نقاط ها وين ديروها وين شكاين شكاين شكاين. هذه من التالي كاع في الكواليس على البرازيل والارجنتين. ما عرف ما تسمح لي ربما انا لا تهمني لي ديكلاراسيون تاع انفانتينو موتسيبي لما يتكلم على المغرب. ما يهمني هو أن الجزائر طرحت لأول مرة مبدأ ومسألة تاريخية وسياسية حول قضية فصل فيها في لونو وفي لونيون أفريكا. المشكل أن هناك خريطة على المايو تاع بركان ليست نفس الخريطة الموجودة في لافيفا، ليست نفس الخريطة الموجودة في لونو وفلو. هذا هو المشكل. اذا كان اردوان تسمع هذا نفس هذه الهضره هذه اللي هي سياسيه ومخدومه بور لا كونسوماسيون انتر يعني في المغرب،
ما تقدر دير والو. الجزائر كانت على بالها ما دارت في لونو القضيه الفلسطينيه العضويه تاع فلسطين، كنا على بالنا باللي هناك يجي ان فيتو امريكا، كنا على بالنا. ولكن اون ا لو ميريت دافوار راماسي بوكو دو فوا اي اون ا سورتو لو ميريت دافوار بوزي ان بروبليم بوليتيك. ابري سي اون كيسيون دو طون، ما على بالكش وقتاش تمشي يجينا. حنا نحن on a posé un vrai problème qui existe ou même les lois internationales la FIFA au Mana. ولكن يا رضوان on est aussi l'Algérie n'est pas dupe. Elle a bien appelé maintenant que l'Abdelali donc à chaque fois nous jouons avec une équipe marocaine ils disent que هذا هو الإشكال. كيف يديروا دوكا؟ أنا بقول مرة راح نوصلوا للهوند. أنا أظن أن الجزائر عندها ديزيدي، هناك ينيدي قلتها مقبلة. هذا تفكير شخصي، هذا ماشي تفكير شخصي، انت تتخمم مليح. وهناك خطط من الجزائر باش ترد ردت هناك ردة الفعل، باسكو سي با شاك فوا نو اون فا لا فيكتيم. الجزائر ثاني ممكن ان الاتحاد العاصمة يكون فيه مفاجأة في ملعب بركان. بركان انا على بالي بلي يا ان بلان بور ريبوندر سو جور دو بروفوكاسيون، اي سي توت افي نورمال بلي حنا مش على شاك فوا حنا اللي نخسروا في لافير. سي فري كرانا نافلو على الجال مبدا نعم المبدا قناعه اون فايسي دو بوز اون فايسي درالي دي بارتي معانا. ولكن الجزائر في مختلف المحافل الدوليه المستقبليه لازم تكون عندنا رده فعل، باش مش شاك فوا يجي واحد يحط لنا عفسه في المايو خريطه نسحب على جالو. نو يورا جو سوي كونفينكو كو لي زوتي الجيريان فا افوار اون ريبلي اون ريبونس بارابور سا. هذيك باينه. علي بن شيخ في الكواليس مبيع شويه للمشاهدين قال لي اذا تواصلت الامور هكذا راح نطالبوا باننا ما نزيدوش نشاركوا في الكاف، نروحوا نشاركوا مع لي زوروبيان سي سا. نبدلوا الاوروبا وخلاص. لا، لان الامور اصبحت الان كل واحد يجي يدير لك خريطه، كيفاش حتفري هذوك انت؟ كل واحد يدير لك حل واحد. لازم تدخل لوتوريتي الجيريان باش او نيفو دبلوماسيه تصلوا بعد لا كاف ولا فيفا او جو سي با كوا بار لو بيي دي زومباسادور دي مينيس زافير اترونجير اون فوا بور توت. قال لي كوب دافريك هذوما تو سكي كونسير لافريك كاينه خريطه واحده هي تاع بلادك يا تاع لافريك تاع بستم، كل واحد يلعب بلادو. هذا ما كان هذيك الزياده اللي ما تستعف بها لا لونو لا الفيفا لا والو ممنوعه وخلاص. اي لو بروبليم سيرا ريغلي. كي تسمع تصريحات انت راك تسمع، كنا نشوفوا نوافقك لما قلت بلي انا حتى الفيفا لا بيردي لا كريديبيليتي تاعها. كي نشوفوا تصريحات انفانتينو يعني نصاب نوعا ما بالاحباط. يعني حتى الفيفا ما راهيش يعني حقيه، يعني ما راهيش ماشي على قضيه حقيه. انا واش ما عجبنيش في انفانتينو بريزيدون فيفا شخصية كبيرة، تبو يحبط ودي شغل كاريمو يكاريسي دون لو سونس دي بوال، باسكو بور دي ريزون ممكن كو تو الموند بوتيت كو تو الموند كوني، جا زعما فوتون صال غدوة يديرو دي تيران دو بروكسيميتي يجي كانا يقولهم حاجة مليحة للشباب اللي جان وكذا باش يزيد يساند حاجة أخرى. نيفو حباط. انا نقول لك لا فيفا حطت بكري وقت افلونش وقت اللي كانوا لي بريزيدون تقول شاف دي طايا بن عمي هذوك وي دوك هذا انفانتينو. نيفو راح ولا كريديبيليتي؟ انا قلت لك كريديبيليتي راحت باسكو كون يقول في الاخر لي سلوغون تاعهم السياسه تخرج على الرياضه. صح، الروس سي سياسه، فعلا الروس ما شاركتش المونديال ولا ما تشاركش في الاولمبيك. صح البروبليم بوليتيكا وجه. صح والله صح. المهم حنايا كيما يقول لك شو نروحوا ونولوا، انا كاع نروح نعاود نولي ما المغرب حاربتنا ما بركان ما والو، حاربنا روحنا هنا. حنا طيحنا روحنا بروحنا، حنا طيحنا قيمتنا في الاتحاد الافريقي. وراكم عارفين كي نقول لكم طيحنا من 2017 وروح، هذه حقيقه لازم الناس تهدرها. واش راه صار لنا؟ خلصناها مع الناس معتوهين، رانا نخلصوا دروك. هذه هي الناس اللي وصلونا لهذا الشكل هذا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.